مباشرة عند نجية. نجية مرحبا بك. ربي يخليك احبيبة ديالك، سمحتي لاباس عليك. كي دايرة لالا نجية الوجدية؟ الحمد لله منوره. لا منوره، مرحبا بك. يخليك على اختك وجميع تحياتي لجميع المستمعات. بارك الله. تبارك الله حصيده. شكرا. تفضلي. عندي واحد الحبيبه ديالي، عندي كيكه بالتفاح. كيك بالتفاح؟ نعم. شنو غتوجدي لها؟ عندنا 500 غرام تفاح. عندنا جوج معالق كبار من عصير الحامض. جوج معالق كبار من عصير الحامض، نعم. عندنا 4 معالق كبار من المربى تاع الشماش. نعم. نمشيو لعجل الكيك، عندنا جوج بيضات. جوج ديال البيضات، نعم. عندنا 6 معالق كبار من السكر. عندنا 4 معالق كبار من الزيت. نعم. 7 معالق كبار حليب. 7 المعالق كبار ديال الحليب، نعم. 9 المعالق كبار الدقيق. 9 المعالق كبار ديال الدقيق. وعندنا واحد الخمارة حمراء. وخمارة حمراء. نعاود المقادير لالا في الدواء؟ اييه لالا، اييه. واخا حبيبة مرحبا. عندنا 500 غرام تفاح. نعم. 500 غرام. عندنا جمعة كبار، عندنا جمعة كبار عصير حامض. نعم. عندنا 4 معالق كبار من المربى تاع الشماش. نمشيو لعجين الكيك، عندنا جوج بيضات. نعم. عندنا 6 معالق كبار سكر. 6 المعالق كبار ديال السكر، نعم. عندنا 4 معالق كبار زيت. 4 المعالق كبار ديال الزيت. عندنا 7 معالق كبار حليب. نعم. 9 معالق كبار دقيق. وعندنا واحد الخمارة حمراء. وخمارة حمراء، نعم. كنمشيو للطريقة، كنغسلو التفاح ونقشرو ونقطعو إلى شرائح. ونرشو عليه عصير الحامض ونحتفظو به. نعم. نمشيو لعجين الكيك، كنضربو البيض مع السكر مزيان حتى يصبح على شكل كريمة لالا فدوى. نعم نعم. من بعد نضيفو له الزيت والحليب والدقيق، نخلط مع الخميرة بطبيعة الحال. نعم. وحنا كنضربو. نعم. من بعد كنبانو المول ديالنا، نبداو نرشوه بالدقيق ونفرغو فيه الخليط ونسدفو فوق شرائح التفاح وندخلو الفران. من طبنا الكيكة ديالنا لالا فدوى، كنخليوها تبرد شوية وندهنوها بالمربى، ولا بغينا نديرو لها الكوك اللي بغينا ونقدموها باردة بالصحة والراحة. لالا تبارك الله عليك، شكرا ليك وتحية كبيرة ليك. لا لا، حتى تحبيبة ديالي. نعم.